ركزوا لي هذه الرقصة يا جماعة، غريبة عجيبة يا طيبين. شوف 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 شوف، عن جد عن جد أغرب رقصة بفري فاير. شوفوا لي هذا السكين كمان يا أخي، كله شكل الوضع هالوين هالوين هابوين معلم. اللي طب يعني سؤال يا جماعة، ليش ما في السكين البنت هذا كمان ما فيه، ما حطوا له هذا اللي حركات بح. المهم حبايبنا الكرام، كيفكم؟ شلون بخير؟ ان شاء الله كيشتم اليوم شباب. نزلت عنا باللعبة فري فاير هذه العجلة اللي مثل ما انتم شايفين، عنا سكين شاب وبنت ورقصة الزومبي ولا الفانتوم ولا لا لا لا، لازم تدخل تجرب على السريع شباب، نحاول نحصل عليها. اوكي شباب، خلينا نقول بسم الله يا شباب. هون طبعا شباب نقدر نبدلها بالتوكن. هون عنا خلينا نشوف عليه كم تكلف كل وحده بالتوكن، هو اموره وهيك واشياء. اوكي عنا هون 20 ب 20 ب 20. اوكي اوكي لازم نجمع 20. تمام تمام، نقول بسم الله ان شاء الله هيك. معناتها نخليها هيك ما تتخربط معنا. اوكي نضرب اول لفه، شو راح يطلع لنا؟ ويلي اوكي، اول جمجمه. ما هذول جمجمات يعني دول توكنات يعني بين بين بي. اوه نايس، اربع جمجمات شباب، حلو كثير. هات لي تكمل. اوكي اوه اصفر 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 يا شباب، هو ذا اصفر. اوه لا 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 لا، هيك بعمل معلم. لا هيك شباب يعني عن جد شي باللوز. خمسة بدات بواحد يا جدك ارض. اوه 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 حلو. لا اذا هيك معلم وضعنا تمام هيك، ها يعني حد الان وضع تمام. اوكي يعطونا واحدة يعني اذا هيك يا شباب، الحظ باللوز يعني وضعنا تمام. لا لا معلم، لا لا اليوم معلم في شيء مو طبيعي عم يصير معلم، في شيء مو طبيعي شباب. بالعاده معلم قول لي حلو 22 يا شباب، يا جمالة 22 بالكرسي على سرعة. حلو 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 حلو. لا لا شباب خلي الوضع ريلاكس، خلي الوضع ريلاكس. ايوه ايوه يا معلم. لا ايوه بلش اجمع التوكن على السريع يا معلم. الو اي واحد توكن. اوكي يا شباب، هون 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 جمعنا 30 توكن. اوكي كل واحده ب 20 ب 20. تمام نحاول نصبر شوي، حاول حتى نجيب الكل يعني. ما بدنا ما بدنا نعمل استخدام، ممكن نعمل استخدام يطلع لنا اياها مباشره من بعد. تعال اشتغل هيك، بدنا نصبر شوي. يلا نضرب كمان معلم. اوكي نشوف هتقول لي. اوه اربع توكن حلو. هيك بتكون جمعنا 40 توكن شايف على اليمين. انا لازمنا تقريبا ايه، لازمنا 60 توكن، لازمنا 60 توكن يا طيبين. قول لي هون سمعت 38. حلو 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 والله الصراحه يعني جمعنا سمعنا كثير. يلا يلا شو اعطينا خمسه توكنات. ايوه ايوه يا معلم اربع. حلو حلو صار عندنا 42، صار عندنا 42 شباب، صار عندنا 42. هات لي كمل، لا تذكرني سكيو. ايوه كمل. ايوه يكفوا اربع توكنات والله ترى اربع اربع هيك على السريع شيء تمام تمام. هاي صار 44 صاروا. ايوه هذا نكمل. ايه جدك قولي قولي خلاص معلم، ما عاد يطلع لنا السكين. اشوف السكين ولا بولا وحده تطلع لنا، خلاص راح نبدلها شباب، راح نبدل كلها ب 60، نبدلهم نجيبهم كلياتهم. اوكي يلا يلا اعطيني شي خمسه توكن معلم هيك باللوز. خلاص ما عاد يعطينا خمسه توكن يا شباب، خلاص خلاص خمسه توكن. يلا هل يعطينا خمسة توكن؟ يلا يا معلم. ها ها أربعة أوه 60 على بالضبط، 60 شباب بالضبط. طيب شباب كم معي؟ ما بعرف كم معي كان جواهر، يمكن معي 82 يعني تقريبا يمكن صرفنا شيء. هلا شوف في مكان شباب نقدر نشوف. أوكي 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 الله ندخل، خلينا نطلع المتجر، المتجر بتاعت الهابوين. تمام أول شيء شباب، أول شيء لازم نجيب هالرقصة، ضروري نجيب هذه الرقصة يعني. ضروري نجيب اول شيء الرقصة، ونجيب السكين البنت، اوكي. نجيب سكين الشاب اللي راح نجربه كمان، هذول راح نجربه بعد شوي. اوكي حلو، نطلع من هون، هذول كل شيء نطلع، ندخل على ال الخزنة. الخزنة شباب لازم نجهز الرقصة معنا. ضروري طبعا. رقصة معلم، هي هي يا معلم، اوكي. لوز. نحطها هون يا معلم. وين راحت؟
اي 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 اوكي طيب طيب طور طيب بس جرب نحط شخصيه البنت جرب حزمه البنت اول شيء يعني ليديز فيرست يعني اوكي جرب حزمه البنت اول شيء يعني بسيط جرب حزمه البنت خذ التدريب نشوف شو وضع معلم حزمه البنت ليتس جو طبعا شباب الله يسعد ليكم قبل ما نبلش باي شيء قبل ما نعمل باي شيء بدي رايكم شغله يا اساطير شباب الكرام محتاجكم شيء يسعد ليكم تعطونا رايكم حبايبي شو رايكم نبلش بالتنويع بدي اياكم تعطوني لعبه عشان نبلش بتنويع الالعاب اوكي طبعا ما بتعرفوا شباب انا دائما بنزل بفري فاير على قناه نهايه احداث اللي بينزلوا اوكي بنفس الوقت يعني الايام اللي ما بنزل فيها هون هل يا ترى شو رايكم شباب ننزل نبلش يعني سلاسل مثل كثير من الالعاب او ايش او شو رايكم مثلا او نحاول نفتح قناه جديده او شو اكتبوا بالتعليقات شباب اوكي ويلا نكمل يا لطيف يا لطيف عن جد شباب هالرقصة هي غريبة عجيبة جدا أغرب رقصة في فري فاير صدقني برك والآن شباب خلينا ندخل نشوف نجرب سكين الشباب نفس الشباب نفس الوقت يا طيبين قطع الشخصية الخزنة الهوني الهون نشوف نجرب سكين هذا الشاب معلم شوف شو وضعه قول لي وين راح؟ وين راح ولو؟ وين راح السكين يا جدك؟ لازم نعمل له استبدال هذا نعمل له استبدال تاك تاك تزويد يا سلام يا والله تحس هذا السكين يا زلمه هاي السكين بحسوا سكينين فاير باس يا جدك اقسم بالله اوكي هابوين هات نشوف معلم بنطال اوكي قميص تشاكيت اوكي نجي اعمل هيك بس لك القبعه معلم حبيبي والله شوف القبعه في شمعه شمعه القبعه شو هذا شمعه هاي اوكي ندخل نبربر شوي مع الصبح معلمي شوف الوضع اوكي شب. اوكي اوكي شوف نحن نعمل تحدي خفيف لطيف ايه لازم نعدل شغله يلا ندخل نبربر شباب ونشوف الوضع شو راح يصير معلم بالتدريب ليتس جو شباب نحاول نعلم شوف شو راح نعمل نعمل تحدي نعمل هيك مثلا قول لي شو هذا يا ولد امي كانت طلقه معلم اوكي هات نشوف تيو تيو حتى 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 لها صوت تيو هلو هلو يا جدك لما تلقى هلو هلو وين راح هذا؟ وين راح هذاك؟ كان هون شكلي 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 بعلم شبح ما شافني اي اوكي ايو ايو حتى حتى بتطلع صوتي يا شباب شايفين معي كيف؟ شوف 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 الافكت الرقصه شباب فول الاشباح الصغيره السلام عليكم اي السلام عليكم اوكي حبايبنا مثل ما قلت لكم يا اساطير من شوي الله يسعد ليكم يا طيبين طبعا هون انتهى بقطعنا اليوم يا حبايب اوكي الله يسعد ليكم ان شاء الله استمتعتوا معنا لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات شباب شو تحبوا نبلش بها بسلسله العاب شباب جديده اوكي انا حابب شباب هيك نرجع هيك رجع اسطوريه هيك على اليوتيوب شباب هيك هيك شده اسطوريه فهمتوا علي شلون؟ كالعاده شباب بنزل فيديوهات اليوتيوب الفري فاير وبنفس الوقت بالايام اللي ما بنزل شيء بنزل لكم سلسلات تختيم او اشياء اللي بدكم اياها معلم اعطونا لكم بالتعليقات شباب شو تحبوا ننزله بالتعليقات تحت منتظركم شباب بدي اشوف تعليقات السلام عليكم